الله عليه أكثر عمل يدخل هذه الأمة جنات النعيم تقوى الله وحسن الخلق، بل إن أثقل عمل يوم القيامة تجده في موازينك لربما لا تجدها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج، إنما تجد أثقل عمل يوم القيامة في ميزان العبد حسن الخلق. وإن أقرب عبد يوم القيامة من محمد عليه الصلاة والسلام مجلسا وهو يحبه ويدنيه يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وإن أعلى بيت وقصر في ذرى الجنة ليس لمن حفظ القرآن والسنة، إنما لمن حسن خلقه. وإن حسن الخلق ليبلغ بالمرء درجة الصائم القائم، ولربما ما صام وما قام. إن حسن الخلق معاشر الأحباب عبادة من أعظم ما يحبه الله من عباده. ولذلك في حديث عائشة الذي خرجه البخاري تقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن أبغض رجل إلى الله من الألد الخصم، أي أن الله يبغض ذاك اللدود، ذاك الفظ، ذاك الغليظ، سيء الخلق، الذي لا يرضى ولو روضي، دائما يتحاشى الناس لسانه، كثير الدعاوى، كثير الخصومات، كثير كل من أقبل عليه فر من لسانه، يبغض الناس مجلسه ويبغضون النظر إليه، حتى ولو كان أكثرنا صلاة وقياما وصدقة فهو من شرار الأمة ومن أبغض الناس إلى الله. إن أبغض رجل إلى الله الألد الخصم. ولذلك معاشر الأحباب منزلة الأخلاق في ديننا منزلة سامية. جمل الله خلقك، بقي أن يجمل خلقك. ولذلك لا يغني جمال الظاهر عن جمال الباطن. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: أتدرون من المفلس؟ هناك أناس أحبابي يصلون لغيرهم ويتصدقون لغيرهم ويختمون القرآن لغيرهم ويبكرون للجمع والجماعات لغيرهم وبيحجون السنة هذه ولغيرهم وصاموا رمضان الماضي ولغيرهم، مساكين إنهم المفلسين من الأخلاق. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وصدقة. هذا مطوع، هذا مستقيم، هذا نعم. لا، ما هو نعم، انتبه قليلا. ولكن يأتي وقد شتم هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، ويدخل تحتها الظلم، اغتاب هذا، بصق في وجه هذا، ما عطى هذا راتبه، ما عطى هذا حلاله، قطع رحمه، إلى غير ذلك من الأخلاق العفنة. فماذا يفعل العظيم الجليل جل وعلا بعبد قدم إليه يوم القيامة بأعمال لها ثقوب؟ بعضنا أعمال شايلها في منخل، والمنخل إذا وضع فيه الماء لا يثبت. هذا مثل بعض الناس، أعماله كثيرة لكن ظلمه لنفسه أكثر، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم وضعت عليه ثم كب على قفاه في النار، نعوذ بالله من الإفلاس. ولذلك يا عبد الله، إن تحسين الخلق عبادة من أجل العبادات. وقد يقول قائل: إن الله قد خلقني هكذا، خلقني فظا، ماذا أصنع؟ خلقني مكشر، عبوس، مكفهر، لا أعرف الطريق للابتسامة. نقول: يجب عليك أن تتعودها، وأن تطلق وجهك، وأن تكف أذاك، وأن تبذل أداك. والدليل قول الله: ادفع بالتي هي أحسن. يعني اللي يدفعك بالأخشن ادفعه بالأحسن. الله يأمرك بأن تحسن خلقك مع أشر الناس،
اللي جاين يبغابك شر تدفعه بالأحسن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، ومن يتصبر يصبره الله. إذن حسن الخلق يتعلم، ويستطيع الإنسان أن يكون حسن الخلق لو شاء ذلك ولو أراد ذلك ولو سأل الله ذلك. ولذلك عليه الصلاة والسلام من دعائه قال: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولذلك العبد في الحياة يسأل الله حسن الخلق، لأن سوء الخلق يحلق الحسنات حلقا. نسأل الله العافية والسلامة. لو ساء أساء رجل خلقه مع والديه لما تجاوزت صلاته أذنيه، ولو قطع أحد رحمه لسوء الخلق ما ارتفع فوق رأسه صلاة واحدة من صلواته، ولو اغتاب مسلم مسلما آخر. فلان ما في خير، تصدق يا أخوان لو تقول أن فلان ما في خير، إن صلاتك وحجك وعمرتك راحت له، جهد سنوات طويلة، فلان ما في خير، لا يهمك، ما يسوى، ما عليك منه، والله ما فيه كذا، وتذكر شيئا فيه وأنت صادق، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة تحلق تنقل الحسنات إليه نقلا. ولذلك حسن الخلق أحبابي أن يروض الإنسان نفسه على أن يكف أذاه وأن يبذل نداه وأن يطلق وجهه. ولذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ينظر إليه الصحابة فيقولون: ما نظر إلينا إلا وتبسم، أي يتبسم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وقد حمل هم الأمة. وعنده من المشاكل مهيب اللي عندنا أن نحمل هم أطفال وامرأة وطعام وشراب، وهو يحمل نجاة الأمة من النار، ومع ذلك يتبسم في وجوه أصحابه ويزور هذا ويعود هذا ويطلق وجهه في وجه ذاك. إنما هذه الأخلاق التي قال الله عنها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: وما أرسلنا، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق قال العلماء إن حسن الخلق يتكون من ثلاث مراتب: أولها كف الأذى، لسانك يدك لا تذكر بها ولا تؤذي بها مؤمنا. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تفتح لسانك على المؤمنين وتسلخ هذا وتعلق هذا وتغتاب هذا، والله لوك حافظنا الكتاب والسنة، ولو لحتك كلها شيب، ولو تأخذ الدكتوراه في الأخلاق، إنك لا يبقي لك الغيبة حسنة واحدة، حسنة واحدة. وبعضنا له 30-40 عام ما رفع له إلى الله ركعة، وما ذاك إلا لسوء الخلق باللسان. الآن بيطلع يتقهوى عقب صلاة العصر: فلان وينه؟ ما هو فيه؟ فلان راسه كبير، فلان لا يهمك، علمه عندي، ما أرخمه، ما فيه، ما يسوى التالية من الغنم، فلان ما يبدأ يجعل، خلاص بيض الله وجهك وشكر الله لك وأحسن الله عزاءك في صلاتك وطاعتك وتلاوتك وحجك وعمرتك ورمضان، راح استرجعها، أين تسترجعها؟ ولذلك حسن الخلق كف الأذى باللسان. وبعض الناس أيضا ما يكف أذى يده، تلاحظ بعض الناس سيارته فيها عجرة ومشعاف، وين رايح أنت؟ رايح حرب إلى أين؟ أنت تريد الشيطان أن ينزغ بينك وبين إخوانك ثم تبدأ تؤذي الناس بيدك؟ وبعض الناس من يوم يركب سيء خلق، ما يوصل لبيته وصلاته في جامع البواردي فيها ركعة، حسبي الله، سود الله، لعن الله، ويشتم هالناس اللي يلف عليه واللي يوقف عليه، الله يقطعك، الله ياخذك، الله يجعلها بوجهك، والله يحسن عزاك.
والله احسن عزاك ما بقي لك اصلا من مصلين على جنائز وقارين قران ومسبحين الملك العلام ويمكنه مرتل له آي من آي القران ولا حسنه ذهبت. ولو الناس سموك مطوع والله ما انت بمطوع، والله لست الى الخير ولا الى قربه، لان الذي ما سلم المسلمون من لسانه فليس كامل الايمان ولا كامل الاسلام. ولذلك أبغض الناس إلى الله كما قلت، الله يبغض من عباده من؟ الألد، الخصم، مكشر دائما، حاد دائما، لسانه سلط على الناس لا يعجبه أحد، والناس يتحاشونه مخافة لسانه. وإذا تحاشى الناس أحدا مخافة طول لسانه فاعلم أنه معينه الشيطان على شاغر أسوأ عباد الله، شاغر أسوأ رجل في الأمة، أبغض رجل إلى الله الألد الخصم. ولذلك قال في الحديث الله رفيق يحب الرفق. الله أكبر، الله رفيق يحب الرفق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل النار، وش صفاتهم يا رسول الله؟ قال كل عتل مكشر، جواظ بخيل مستكبر، جمع أراذل الأخلاق كلها، بخيل ومقطب الوجه ورافع خشمه على عباد الله، أسوأ عبد دب على وجه الأرض. بل هذه صفات أهل النار، صفات أهل النار. أما صاحب اللين، صاحب الابتسامة، صاحب طلاقة الوجه، دائما يرى للناس حقا عليه وهو لا حق له على أحد، هذا من خيار أمة محمد. إذن كف الأذى أول خصلة من خصال حسن الخلق الذي يبلغ الجنة، أن تكف أذاك، يدك، لسانك، بل حتى قلبك لا تفكر في المسلمين سوء ظن. ليه ما رد عليك في الجوال؟ طيب يمكننا في دورة المياه، يمكن ما هو عند الجوال، إبليس وش يقول؟ لا شايف الرقمك بس ما يبغى يرد عليك، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم يسيء الظن، ومن أساء الظن في المسلمين خرج من دائرة كمال الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والظن أكذب الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام. المؤمن الحق قلبه طاهر، لا يحمل في قلبه بغض ولا غل ولا سوء ظن. إذن أول عمل من أعمال حسن الخلق كف الأذى، كف الأذى، ومنها ألا يوجد في قلبك سجناء كما قلنا في الدرس قبل الأسبوع الماضي، ولا في رأسك مستأجرين. كيف يستأجرون؟ ترى بعضنا ساجن من بعض عباد الله في قلبه بالبغض، ما يسلم عليهم سجناء، ومؤجرهم بعض عقله يفكر فيهم دايم، حسب والله لو أني قلت ولو أني فعلت، والله أنه يستاهل أنك تطحن الطحن وتضربه ضرب وتفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أخي أخرجهم من قلبك وأنزلهم من رأسك. ولذلك السعيد منا هو الذي لا يفكر في المؤمنين إلا بخير ولا يحقد على مؤمن قط. الله يبيحهم كلهم، اللي ظلمني قبل اللي ما ظلمني وش يضرني، يعتقهم من النار، يا رب اعفو عنهم، يا رب عفوت فاعفو عني. هذا المؤمن حسن الخلق. الثاني من أركان حسن الخلق، الأول كف الأذى، الثاني بذل الندى. المؤمن صاحب الخلق الحسن يؤلمه جراح أمته ويؤلمه المحاويج من أمته، ويدمع عينه دمعة اليتيم، ويرحم الضعيف، ويفرج كربة المكروب، وما قدر يفرجها نفسها. وهذا المؤمن يشفع لهذا، يرحم هذا، يقرض هذا، يكرم هذا، يبذل الندى. ليس من الإيمان أن تعيش أنانيا. ترى بعضنا ما عمره شارك أحد الشهر السنة هذه، بتخلص ما بعد فرج كربة مديون، ولا عالج مريض، ولا كفى اليتيم، ولا كفى الحلقة، ولا مجلسه يدخله الرجال ليكرم المؤمنين، ولا تجد أنه عائش لنفسه ولأبنائه. هذا من ليس من أصحاب الخلق الحسن في الأمة. الأمة علمنا الحبيب العطاء، علمنا الحبيب مسح العبرات وكفالة اليتيم ورعاية الأرملة وإعطاء من مال الله الذي أعطاك. اشفع للمؤمنين. كم واحد أنت عندك جاه؟ لديك جاه، وقادر بجاهك أنه يتوظف.